حاليا نحن في ضيعة اسمها أبرداني ومتجهين طبعا إلى السد من السد على المحمودلي. طبعا حررنا عدة قرى، شبابنا كلياتهم عزيمتهم عالية، وحاليا نحن أهم خطوة ندعو المدنيين للابتعاد عن مراكز داعش. طبعا نحن أخذنا دعم من التحالف الدولي من الطيران، وهلأ حاليا متقدمين إلى ضيعة مهمة جدا جدا هي المحمودلي، ومساعدة الشباب أكيد كلياتنا طبعا، ومساعدة الأهالي نوح لشغلة واحدة، الأهالي المدنية ساعدونا ودلونا على مكان الألغام وتلقينا منهم دعم غير مسبوق.